وبخصوص مذكره التفاهم والبرنامج التنفيذي اللذين تم توقيعهما في مجالات العمل الثقافي والمتحفي والتراثي بين مملكه البحرين وسلطنه عمان اكد سعاده الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الاعلام خلال اتصال هاتفي في نشره سابقه اكد ان هذه المذكره تاتي لتعزيز العلاقات الثقافيه بين المؤسسات الرسميه والاهليه وتشجيع النشاطات الثقافيه المشتركه بين البلدين الشقيقين اليوم سعدت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين متحف البحرين الوطني والمتحف الوطني بسلطنة عمان بالإضافة إلى توقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال الثقافي والتراثي بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان الشقيقة وتأتي هذه البرامج والمذكرات بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين المؤسسات الرسميه والاهليه في كلا البلدين الشقيقين وتشجيع النشاطات الثقافيه المشتركه وذلك نظرا لما يربط البلدين من تاريخ حضاري وثقافي عريق ولعل هذا البرنامج والمذكره يعكس جانب من جوانب الارتباط الاخوي ومجالات التعاون المتعدده التي تربط البلدين الشقيقين. لا شك ان العلاقه الاخويه الطيبه التي تجمع بين مملكه البحرين وسلطنه عمان والحرص المتبادل بين سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقه حفظه الله تاتي تاكيدا على حرص جلالتهما على تعميق وتنميه هذه العلاقات العريقه بما يسهم في الدفع باطر التعاون وتطوير اليات التنسيق المشترك في جميع المجالات التي تعزز المصالح المتبادله للبلدين الشقيقين وتخدم تطلعات شعبيهما الشقيقين